ثم أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله جل وعلا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نقف أولا مع ظاهر الآية، ثم بعد ذلك نأتي إلى مقتضياتها ولوازمها مما يتعلق بأنفسنا نحن في زماننا هذا، وما يتعلق ببيئتنا ومحيطنا، والمقاصد التي ترجى من التعامل مع القرآن في زماننا هذا، لأن الإنسان أمر بأن يتلو القرآن لعصره، لأن الله أنزله كما هو واضح لكل زمان. الذين آتيناهم الكتاب، الحديث في الأصل عن اليهود والنصارى، لأنهم هم أهل الكتاب بهذا الاصطلاح، وذلك أنهم كانوا آنئذ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أو عن مواضعه ويؤولونه على غير وجهه، فيصف الله جل وعلا الراشدين منهم، الصالحين منهم، الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال من بعد ما وافق قول رسول الله قول التوراة الحق وقول الإنجيل الحق، أعني غير المحرفين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي أولئك الذين يتلون التوراة والإنجيل حق تلاوته يؤمنون بالتوراة والإنجيل. وأما الذين يحرفون ويبدلون ويغيرون ويكيفون المقاصد على وزان أهوائهم، فأولئك ليسوا بمؤمنين لا بالتوراة ولا بالإنجيل. وهذا مقصود من دلالة المقابلة أو مفهوم المخالفة كما يعبر علماء أصول الفقه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن بالمفهوم المخالف، أي بالعكس، الذين لا يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك لا يؤمنون به، وهذا هو الصريح حينما قال ومن يكفر به أولئك يؤمنون به. علاش؟ لأنهم يتلون الكتاب حق تلاوته، يعني القرآن فيه التركيز، لأنه لا يخاطب البلداء، يخاطب العقلاء، هذه طبيعة القرآن الكريم، لأنه إنما يخاطب أولي الألباب، أولي النهى. فيعني تفهم بأنه إذن بمجرد أن يقصد تحريف الكتاب فذلك ليس بمؤمن إطلاقا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به ما يحتاجش يقول لك، يبدأ يعود يفصل كلام مفهوم بالمعنى، يعود يقول لك والذين لا يتلونه حق تلاوته أولئك يكفرون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذا الطول كله اختصر في هذه اللفظة، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، تفيد بأن الذين لا يتلونه حق تلاوته قد كفروا به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فاللبيب من الناس يفهم هذا بشكل واضح جلي. ندخل الآن إلى مقاصد الخطاب. فأما الكتاب فهو كتاب الله جل وعلا، أن كان ومتى كان، وإنما الكتاب الحق هو ما جمعه الله جل وعلا في هذا القرآن، لأن القرآن شامل لما قبله، حاكم عليه، مهيمن عليه. وإنما أوتي النبيون من قبله بعض الكتاب، لما يجي في القرآن الكريم اصطلاح كما قاله غير واحد من علماء القرآن، الناس ديال علوم القرآن الكبار كالراغب الأصفهاني وابن قتيبة والفراء وغيرهم من يعني المختصين بالقرآن الكريم من الأقدمين ومن المعاصرين، أن الكتاب بالمعنى ديال الاستغراق هو كتاب الله من الوحي الذي أعطى قسطا منه للأنبياء السابقين، وأعطاه كلا لسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ألف لام ميم، ذلك الكتاب. فالقرآن جمع بين دفتيه كما ثبت بآيات القرآن نفسه وبصحاح الأحاديث، جمع بين دفتيه حقائق التوراة وحقائق الإنجيل
وحقائق الزبور، وزاد فضلا كثيرا عما لم يكن فيهما. ومشهور حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المسند المتصل الصحيح: أوتيت مكان التوراة السبع الطوال، يعني صور سبع طوال من بداية المصحف، يعني من البقرة إلى سورة براءة بالتقريب، هي حقائقها نفسها التي كانت في التوراة من حيث التشريع، لأن هذه المنطقة يعني ذاك الربوع الأول من القرآن يغلب عليه التشريع، والتوراة كانت فيها أحكام الحلال والحرام. أوتيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الإنجيل المئين، المئون أو المئين يعني، لأن على حسب السياق النحوي المئون هي الصور ذات المئة من حيث عدد الآي، فيها 199 105 كصورة الكهفي مثلا أو ما يشابه ذلك. وأوتيت مكان الزبور المثاني، يعني واحد صور متوسطة كصورة الرعد مثلا، مما سنى به الله جل وعلا المئين، كتجي خلال المئين صور متوسطة تلقى فيها 50 آية 40 آية أو ما فاق ذلك قليلا أو نقص عنه، هي المثاني وماشي هي السبع المثاني. السبع المثاني هي صورة الفاتحة. قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: وفضلت بالمفصل، اللي كيبدأ من صورة الحجرات أو من صورة قاف، على خلاف بين العلماء حتى كل عضو برب الناس، كل ذلك يسميه، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المفصل، لأنه فصلت فواصله، أو قيل أمور العقدية مفصلة فيه تفصيلة. شاهد عندنا أن الله عز وجل نزل من الوحي على الأمم السابقة قسطا من الكتاب، لأن الكتاب كان عند الله تعالى محفوظ قبل أن يخلق البشر، فنزل منه على قدر الحاجة البشرية ما يناسب كل زمان وإنسان ذلك الزمان. يعني المرحلة ديال نوح مثلا نزل عليهم من الوحي ما يناسب زمانه، وسكت عن الباقي، عدد ديال الحقائق سكت عليها، لأنه الحضارة البشرية في ذلك اللحظة ما عندهاش قدرة، أو العدد ديال الإنسان أو يعني التعقيدات ديال العلاقات الاجتماعية ما وصلتش للمستوى باش تطبق واحد العدد ديال الأحكام وواحد العدد ديال التشريعات التي لا تصلح إلا مثلا لاقتصاد متطور والعلاقات الاجتماعية متطورة وهل مجرى. وذلك نجده فعلا في كتاب الله هذا اللي هو القرآن الكريم، وما بينه رسول الله من ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام. واحد العدد ديال الأشياء حقيقة عجيب تتعلق بأدق المعاملات التي أنتجها الفكر الاقتصادي المعاصر من تحليل والتحريم والتنظيم، عجيب حقيقة. فلذلك إذن هذا القرآن لما قدر الله جل وعلا أن ينعم به على البشرية كان قد جمع حقائق الكتب السابقة مما قدر الله له أن يبقى إلى يوم القيامة، فجاء هذا القرآن محيطا مهيمنا شاملا، ولذلك كان هو الكتاب الحق الأكمل الأشمل، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وبهذا المنطق نقول على مذهب الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين أن العبرة في تفسير عمومات الخطاب. صحيح أننا ننزل الآية على سياقها التاريخي ما يسمى بسبب النزول، ولكن لا يمنع هذا أبدا أن تعمم المقاصد، لأن الله تعالى كيتكلم مع اليهود والنصارى يعني ماشي لذات اليهود والنصارى، فإذا يعني بقوا بعيدا في حالهم ما الفائدة في أن يخاطبنا بأحوالهم إن لم نكن مقصودين بالخطاب. فكذلك هذه الأمة تحكم بالسنن أي بالقواعد والقوانين الإلهية الكبرى التي حكمت بها الأمم السابقة، وسنة الله مستمرة في الاجتماع البشري وفي الوجود وفي الطبيعة وفي الكون، القانون الجاذبية لا يحابي أحدا. وإنما القصد من ذلك كله القول بأن قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يشمل أيضا هذه الأمة المسلمة، يعني منهج التعاطي للكتاب القرآن، منهج التعامل مع القرآن محكوم بهذه الآية أيضا، كما حكمت بها اليهود مع التوراة وحكمت عليها وبها النصارى مع الإنجيل أيضا هذه الأمة. أولم تؤت هذه الأمة الكتاب؟ بلى، بل أوتيت الكتاب بالمعنى التي تفيد الاستغراق الشامل لكل حقائق الكتاب. الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإذا من بعض القرآن، من اتخذه عضين أبعاضا أجزاء فأمن ببعض وكفر ببعض،
وأول بعضا على غير وجهه فهذا مشكل خطير جدا، لأنك إما أن تأخذ هذا القرآن على وجهه، وسنتحدث عن منهج التلاوة ما المقصود به، إما أن تأخذ هذا القرآن على وجهه أولئك يؤمنون به، وإما أن تقصد شيئا آخر ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طب الله السلام والعافية، حقيقة ما المراد؟ أولا التلاوة ما معنى؟ التلاوة لها دلالتان وقد جمعتا معا في هذه الآية وغلبت إحداهما على الأخرى. تلاوة بمعنى القراءة، هذا موجود كالترتيل والتجويد وما شابه ذلك، ولذلك قد يغالي بعضهم فيحتج بهذه الآية على وجوب وعلى فرض قواعد التجويد وهو غير متوجه، ولو قيل بهذا لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق مرفوع في الشريعة، بمعنى أن قواعد التجويد نعم مهمة ويقال فيها واجبة على الكل، بالمعنى إذا قام به البعض سقط على الكل، أي أنه كفائي، لكن لا يجب ذلك على كل الأمة، غير معقول، خاصة وأن الآية لا يقصد بها ذلك إطلاقا على يعني على الأصالة، يعني بالدرجة الأولى على الأصالة، وإنما يقصد النطق والترتيل والتجويد بالتبع، لأن من المعاني الأساسية بالمعنى الأساسي للتلاوة هو الاتباع، تل الشيء يتلوه اتبعه، وليش تسمت القراءة ويعني التلاوة والترتيل تلاوة؟ لأن الإنسان بصوته يتلو صوتا تلوة، تاء لام واو، تلوة صوت، يعني واحد حدا واحد، ألف لام حاء ميم دال كتجمعهم كتولي الحمد، فالتلاوة هي الجمع بين الأحرف والنظم للأصوات، كتركب الأصوات ديالك وتنظمها كالعقد حينما تنظم عقيقه وخارزه في الخيط. هذا الشيء علاش تسمات التلاوة ديال الأحرف والكلمات في العربية بالتلاوة، لأنها كتربط حاجة بحاجة، تتبع الشيء أو تتبع الشيء للشيء. أما المقصود الأصيل هنا في المعنى الأول يعني الأصلي اللي هو الاتباع، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعون، وهذا هو الذي عليه الإمام الطبري وغيره من المفسرين، وهو أيضا منسوب إلى ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، أي يتبعون، يتلون يتبعون، يتبعون حلاله وحرامه. هنا كيبان المعنى معقول، يوافق مقاصد الشريعة ويوافق المفهوم الكلي من الكتاب والسنة. الذين آتيناهم الكتاب، اللي أعطيناهم الكتاب القرآن، نزلنا عليهم الوحي، يتبعون حلاله وحرامه، أولئك يؤمنون به. أما من قصد أن يقلب أمره ولا يتبع الحرام ولا الواجب ولا المندوب، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جادل قوم أبا موسى الأشعري في حرمة الخمر، شي شباب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زمن الخلافة ديال سيدنا عمر، وكان أبو موسى الأشعري آنئذ واليا على العراق، وكانت العراق منذ القديم منطقة للزندقة معروفة تاريخيا، وضع الحديث بدأ فيها، الفرق الشاذة خرجت منها، كل الفتن التي خرجت على الأمة كانت في العراق، وإنما قتل علي بالعراقي والحسين بن علي بالعراقي، سبحان الله العظيم، والأحاديث في ذلك وفيرة كثيرة. أبو موسى الأشعري ابتلاه الله بأن يكون واليا على العراق. قبل أن نكمل حديث أبي موسى، من القصص الطريفة، ربي تعالى سلط الحجاج على أهل العراق حقيقة، يعني كانوا هذا العراق يعني كان واحد المزيج، كان يعني الشعب ديالهم بكري، ما نتكلموش على دابا، ولكن يعني هو العقلية كتمتد والثقافة تورث، ولكن في اللحظة اللي نشأت فيها منطقة العراق في الزمن الأول في الصدر الأول من الإسلام، يعني كانت بحال البصرة واحد عدد المدن، مدن هجينة، ما كانتش فرق بين المدن، وإلا أن هذا الشيء حضاري معروف قانون الحضارة، يعني المدن اللي كانت تاريخية أصيلة بحال مثلا مكناس، فاس، مدن أصيلة عريقة كتلقى عندها واحد الآداب متوارثة وقواعد آدابية أخلاقية اجتماعية متوارثة، ومثلا عائلات يعني لها أصول، يعني أصول ماشي عرقية، لا أصول، بمعنى عندهم واحد الأخلاق معينة، عندهم واحد العرف ما يقدروش يبدلوها، بينما المدن اللي ما عندها جدر يعني تكونت هكذا بسبب العمال العمال، كان معمل تكونت مدينة، كتكون خليط من الناس، هذا جا من هنا جا من هنا، فكت تركب يعني بواحد الشكل يعني فيه نوع من أنه حد ما كيحشم من حد،
لأنه حد ما كيعرف حد. وهذا من المشكلات التي تواجهها الحضارة الأوروبية الآن، مدن ديالو تحولت لمدن متوحشة، الصناعة تقتل، تقتل العلاقات الاجتماعية. فنعود إلى هذا الأصل يعني باش نفهموا بأنه العراق حتى في ديك اللحظة هكذا تكون. فإذن كان منطقة صعبة جدا، فلما جا دخل أي والي تعين على ديك المنطقة كيشيليبوه، من بينهم أبو موسى الأشعري، حمقوه فعلا، وكل مرة يرسل رسالة لعمر الخطاب يقول له أش قالوا لي الأخير، فكان يستبدل الولاة عليهم. لما جاء عهد الأمويين كيعرفوا البلاد مزيان، صفت لهم الحجاج بن يوسف الثقفي، ملي دخل يخطب عليهم في المسجد عرفتوا واش داروا ليه العراق؟ يرمونه بالحدف، كيضربوه بالعلف ديال التمر، العلف ديال التمر فضل كيديروا الطرق ويضربوه ويجيبوه في الإمام، يعني كان استهجان. ولذلك راه الله سبحانه وتعالى ما كيسلط شي طاغية على شي بلاد حتى كيكونوا كيستاهلوا، وما أنا بظلام للعبيد. ولذلك فعلا خرج الحجاج بظلمه وطغيانه وخطاياه التي قال فيها عمر بن عبد العزيز، هو من الدولة الأموية ومن يعني من الخلفاء الراشدين بالمعنى. قال له كون جمعنا خطايا ديال الأمم كاملين ودرناهم في كفة، وجمعنا خطايا الحجاج بوحده في كفة ليكون غلبناهم بالحجاج، سأل الله العافية. الشاهد عندنا إذن باش نعرفوا بأن أبا موسى الأشعري كان يعاني فعلا في هذه المنطقة. فمن ذلك لأنه لما تعرفش الظروف التاريخية بعض الأشياء ما كتفهمش حتى على المستوى الفقهي. جيء له بشباب شربوا الخمر، جابوا لي واحد الشرط، جابوا لي واحد مجموعة ديال الشباب شربوا الخمر، فقصد أن يحدهم، بغي يعاقبهم بعقوبة الحد، الجلدة 80 جلدة، وفي ذلك اللحظة كان 40 فقط، حتى جعل علي بن أبي طالب بعد ذلك 80. فهم قالوا لهم الخمر ماشي حرام، علاش غادي تجلدنا؟ أين في كتاب الله أن الخمر محرمة؟ هم وحلوه، لأنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان معروف، يعني لم يكن صاحب فقه وإنما كان صاحب رواية، مش معنى ما كانش يعرف الفقه فخطر، لا، الصحابة مراتبهم هذا معروف عند الفقهاء والأصوليين مختصين، يعني مراتبهم متفاوتة، سيدنا عمر وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، يعني العبادي الأربعة هذو كانوا كيتعرفوا بفقهاء الصحابة. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بعد هذا فقال وأعلمكم بالحلال والحرام، معاذ صحيح، إذن لا أعلم كي ما دونه علما، لأن صيغة أفضل أفعل، هذا شيء طبيعي ومعروف. وبعض الصحابة أكل كما ثبت أكل البرد نهار رمضان، واحد الصحابي يعني ما كانش عنده فقه كبير وشاف التبرور يطح شكله في النهار ديال رمضان، قالوا لي ما صنع؟ قال ما هو بطعام ولا شراب ولكنه رزق أنزله الله من السماء. فيعني كان بعض المشكلات الفقهية، وكان بعض الأنصار لا يرون الاغتسال من عدم الإنزال، يعني كانوا كيف يفهموا بأنه الرجل إذا جامع الزوجة دياله ولم ينزل، ألم يكن هناك ماء، لم يكن هناك مني، باش يعني يكون واضح ماشي الماء طهور المطهر، لم يكن هناك مني، يعني كانوا كيف يفهموا بأنه ما يغتسلوش، بينما معروف جدا أنه إذا التقى الختانان أن الرجل كان يغتسل من التقاء الختانين، يكفي وقع تماس بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعورة، يكفي ذلك أن يجيب الاغتسال. فإذا هذا غير توطئة باش نبان لرى الصحابة ماشي كلهم في المستوى الفقهي واحد. أبو موسى كان قارئا للقرآن، كان مجويد، وكان إذا لقيه عمر الخطاب قال له ذكرنا ربنا، فيقرأ ويجود ويرتيل كأجود ما يكون الترتيل، والصحابة آنئذ يطأطئون رؤوسهم كما وصفهم البزار في الحديث الصحيح أنهم هذه الوضع ديالهم لما كانوا يسمعوا أبا موسى الأشعري، هو اللي ورد فيه الحديث ديال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود أبو موسى الأشعري، وقال له لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. الشاهد عندنا كانت عنده عبقرية وعنده قوة وعنده أشياء إيجابية قوية في واحد الجهة، لكنه في الفقه لم يكن بذاك رضي الله عنه وأرضاه. ولدك سيدنا عمر ديما كان كيعاونو، وليه رسل الرسالة ديال القضاء كيعلمو كيفاش يدير يحكم بين الناس، كيفاش يقضي، الفهم في مثل جلجة في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وقيسي الأمور على أشباهها إلى آخر الرسالة، فكان كيعاونو، بينما لما كان عنده علي كيتهنى عليه. ولهذا عمر الخطاب ما خلص سيدنا علي يخرج من المدينة، إنه كان محتاج له ديما، سيدنا علي كان فقيه يقول له أنت جلس هنا. وما خرج علي من المدينة حتى توفي عمر رضي الله عنهم أجمعين. فحينما أشكال الأمر على أبي موسى مع الفتية الذين شربوا الخمر أرسل إلى عمر استشيره، فكتب له عمر كتابا واحدا قال له أما بعد فإن أقروا بتحريمها فحدهم،
يعني إذا قالوا ديرها يعني هي حرام غير غلطنا وكذا وكذا، طبق عليهم الحد جلدهم. وإن أنكروا تحريمها فقطع رؤوسهم. علاش؟ لأن الحكم المتعلق بتحريم الخمر حتى أنها حرام، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب رمضان، تحريم الربا، تحريم السارقة، هذا ما تحتاج الاستدلال عليه بالقرآن. ماشي معناتها هذا الكلام زعما القرآن ما كافيش ولا ما صالحش الاستدلال، لا، وإنما المقصود أنه تواتر فعله تركا أو فعلا، بمعنى أن الصلاة تواترت يعني ولات ثقافة عامة عند المسلمين أنها واجبة. اللي كيصلي كيقول واجبة، واللي ما كيصليش كيقول واجبة، اللي ما كيشربش الخمر كيقول حرام، واللي كيشرب الخمر كيقول حرام. هذا التواتر الفعلي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. أما باش تجي الدلالة ديال القرآن تبدا تحاول تأول فيها وكذا ما تعطيكش. ولذلك حينما قال جل وعلا إنما الخمر والميسر والانصاب والإسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، شي واحد تبغى تحتج له وتفهم له بأنه الخمر حرام وتبدا انت عاد تعاود معاه الدرس من البداية وتقول له راه النهي للتحريم وقد ينصرف إلى الكراهة وما عندنا شي قارنة اللي كتصرفه هنا للكراهة، كنقول في هذه الحالة كتضيع الوقت. الخمر حرام ولات ثقافة متوارثة كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. وإلا إلا بغيت بهذا المنطق راه حتى الصلاة نعاودوا فيها النظر ورمضان نعود فيه النظر، فكين أشياء كتسمى معلوم من الدين بالضرورة. يعني الصحابة كاملين تواطؤوا على تحريم الخمر، وتواطؤوا على تحريم الزنا، وتواطؤوا على إيجاب الصلاة، ورتوها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتسمى المتواتر القولي والفعلي العملي، قوانين الطبيعة، الطبيعة تأبى عكس ذلك. حال شي واحد يقول لي ودي أنا ما شفتش أمريكا، إيه ما شفتهاش، وحتى أنا ما شفتهاش، ما الدليل على وجودها؟ مشكلة. إلا بغيت أحد الأدلة يعني قال لي فلان كينا، إيه وما نعرضك فلان مشى شافها وش هي بالضبط، مش هي، لا، تواترت أخبار وجودها أو اليابان أو أي منطقة من المناطق التي لم يرها فلان أو علان، يعني جاء الخبر من هنا ومن هنا، يعني قنوات عديدة من وأشكال مختلفة تواطأت يعني تجمعت واعطتنا أن أمريكا كينا وأن مصر كينا وأن مدينة معينة في المغرب كينا. لكن لما يجي واحد بوحده ويقولنا المنطقة الفلانية كينا وعمرنا ما سمعنا بها، نقولوا يمكن تكون كينا يمكن تكون ما كيناش، ساعة كنقلبوا على صحة السند. أما إذا توافر الخبر من شتى الطرق، الكفار جابوا لك الخبر، المسلمين جابوا لك الخبر، الفساق جابوا الخبر، الصالحون جابوا الخبر، كلهم كيجيبوا نفس الخبر، عقلا مستحيل يكون هذا كذب ولا فيه الغلط. هذا كيتسمى المعلوم من الدين بالضرورة، لما كيتنقل حقائق ديال الإسلام بهذه الطريقة معلوم من الدين بالضرورة. ما عندكش الحق تجهلو ما تعرفوش، ككونك تعرف نفسك بأنك أنت هو أنت. لهذا إذن قالوا فإن أنكروا تحريمها فقطع رؤوسهم، كلعبوش، هذا راه حكم متواتر الثقافة العامة ديال المجتمع ناقلة بأن الخمر حرام. كنقول على اللي كينكر ينكر تحريمه يجحد، أما العاصي فلا خلاف في أنه مفتوح باب التوبة عليه إلى يوم القيامة، يعني حتى يمنع من التوبة بموت أو غرغارة أو طلوع الشمس من مغربها، نعوذ بالله من تلك اللحظة. فالمقصود إذن من هذا كله أن هذا هو عدم التلاوة الحق، يتلونه حق تلاوته، يعني من اللي تقرأ حكم الخمر حرام قش يعني تلعب بالآيات وتحاول أن تخرج للناس حكما ما قال به أحد ولا فهمه أحد، لا من أهل اللغة ولا من أهل العلم ولا من أهل العامة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ربي عالم وانت عالم، الله تعالى عالم أشنو قال وشنو نزل، وانت عالم أش بغي تدير، والله عالم بقلبك أشنو بغي تدير فيه، واش بغي الحق ولا بغي تميل عن الحق. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وهذه الآية لها علاقة بقول الله في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله. والراسخون في العلم، واو ديال الاستناف على الراجح، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يعني آية كتحيل على آية، آمنا به. فلذلك إذن
مشكلة عدم التلاوة الحق أمران: نية فاسدة وغاية فاسدة. النية الفاسدة هو الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغون، يعني هو ما مدينش، هو صاحب أهواء، شي بغي في السر، لأنه الدلالة ديال القرآن تطورت وتبدلت، لا أبدا لا وجود لهذا إطلاقا عنده في حقيقة الأمر، ولكن يريد أن يحل مشكلته هو. هذا العذاب ديال طوائف في هذا العصر، وناس يعني شرذيمة تالفة عندها مشكلة أنها تجد نفسها عكس تيار المجتمع، بغين يشربوا الخمر في خاطرهم فرحتهم، بغين يمارسوا الزينة والشذوذ فرحتهم وخاطرهم، والمجتمع ما مخليهم لأنك يشوف فيهم كيقول حسبي الله ونعم الوكيل. فإذن هاد العقدة ديال كونهم يعيشوا واحد النظرة أو يتلقوا واحد النظرة ساقطة أو مسقطة للاعتبار من طرف عموم الناس من المسلمين، خلق لهم مشكلة. فأما الذين في قلوبهم زيغون، إذن الحل فيتبعون ما تشابه منه. علاش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والتأويل في هذا السياق هو عدم قراءة أو تلاوة القرآن حق تلاوته. فإذا من تبع القرآن حقائقه الواضحات أولئك يؤمنون به. المشكل كله في الهوى، القلب ماذا فيه؟ إن لما تجي الحقائق اللغة الثابتة الراسخة وتبدأ عدبت قلبها وتلعب بها ولا تجعل في الدلالة القرآنية شيئا ثابتا لبتاه. إذن ما الثابت في هذا الكون؟ إلا ما بقاش في القرآن شي حاجة قطعية قاع خطرة كما يقول بعض التالفين، ما يمكنش. الله جل وعلا خاطبنا بالضباب سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فمتشابه القرآن يرد إلى محكمه، هذه التلاوة الحق، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ولذلك العلماء اجمعوا على أن الذي يستفيد من القرآن إنما هو الذي يتلو القرآن تلاوة التلقي. لما تقرأ القرآن إنما عندكش واحد الإحساس وتحضر واحد الحقيقة إيمانية وقرآنية ووجودية، مفادها أنك عبد تتلقى عن رب. جوج أنواع كاينين، جوج الأنواع. واحد كيهز القرآن فيتعالى، هو من الفوق والقرآن لتحت، أنا كندرس القرآن يحكم عليه، فهذا لن يجد شيئا إلا الشبهات وإلا الزيغ، وهذا لا يتلو حق تلاوته. أما المؤمن الذي يقرأ القرآن قراءة التلميذ بين يدي سيده وشيخه، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، لأن القارئ للقرآن قراءة وتلاوة تعبد معناه أنك تتلو كلام من خلقك. فهنا القرآن فعلا يفتح أبوابه ويفيض بكنوزه على مثل هذا القلب الذي آمن به. أتؤمن بما تتلو أم لا؟ فإن كنت مؤمنا فستتلقى عن الله حقائق الإيمان وبصائر القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. القضية قضية إيمان بالقرآن أو عدم إيمان به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. خسروا حقائق القرآن في الدنيا بعد هي الأولى، يعني غد يضيعوا واحد العداد كبير لا حصر له من الكنوز، من المعاني، من الحقائق الإيمانية التي تصحح نظراتهم لأنفسهم وللطبيعة وللحياة. غيعيش بعد وفد ضباب الدنيا، يدوزها مضببة ما يعرف لا مبدأ ولا منتهى، ولا يستطيع أن يعيش حياته فعلا على وزان من الطمأنينة والسكينة، يعيش أرقا مضطربا إلى أن يلقى الله. فهذه خسارة دنيوية، ثم والعياذ بالله خسارة أخروية، وتلك هي الخسارة حقا، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولذلك المؤمن الذي يتلو القرآن إنما معناه أنه حينما يتلفظ بالتلاوة قارئا يكون جامعا بين أمرين: حسن الاستماع إلى الله، راك أنت كتقررك بين يدين الله عز وجل، حسن الاستماع إلى الله جل وعلا، ثم قبل ذلك وبعد ذلك استبطان نية التعبد. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما ارتب على تلاوة القرآن وقراءة القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشرين أمثالها، باش يعلمنا أننا إذا قرنا القرآن نكون كنعبد الله بالقراءة، مش نكون كنحللو بحلة كنشرحو جسد ميت. القرآن روح مش ميت، حي، لأنه نزل من عند الحي جل وعلا. فمن تعامل معه هذا التعامل المادي الجاف لن يجد إلا العمى، ولن يجد إلا التيه والشبهات، الشبهات التي ذكرت في الآية الأخرى من آل عمران. ولهذا المؤمن
إذا طرق باب القرآن متعبدا متذللا بين يدي الله فاض عليه القرآن بالسكينة وبالطمأنينة وفتح بصائره وألقاه إلى عوالم الكون ابتداء من عالم الشهادة لعالم المادي اللي هو فيه وانتهاء بمجاهيل عالم الغيب. يعني كيف خاص بحضر الروح دي الإنسان يسيح ويعني يقوم بنوع من السياحة في ملكوت الله من السماء والأرض. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن كما في وصية رسول الله، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. هذه أحوال المؤمنين الذين يتلونه حق تلاوته، وهذه التلاوة الحق التي لو فعلا جدد المسلمون حياتهم من جديد في علاقة بالقرآن وجعلوا يتلونه حق تلاوته لا انبعثت الحياة فيهم من جديد. ولذلك قلت وما زلت أقول أن تلاوة القرآن ولو بدأت بالمعنى اللغوي البسيط وبالمعنى الاصطلاحي الصوتي للكلمة لكان في ذلك من الخير ما الله به عليم. مجرد التلاوة يعني بالمعنى الأول البسيط، يعني تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني كما ارتب رسول الله لكل حرف حسنة واعطى الأجر مضاعف مضوبل للذي يتعتع فيه من تعتع ويجد مشقة يعطيه أجر المشقة وأجر التلاوة. نحن في حاجة إلى العودة إلى هذا القرآن، نصاحبه ونأنس به ليكون أنيسنا الليل والنهار، وتكون عندنا معرفة به، تكون عندنا الخريطة ديالو في الدماغ ديالنا، الخريطة المعنوية. ولو لم تكن حافظ الله على التمام كيكون عندك المعنى الفلاني كاين في الموضع الفلاني ما حافظوش، ولكن إلا بغيت الحاجة تحل المصحف وتمشي لانيشان. كما أن بيتك الدار ديالك مثلا حط فيها الأدوات ديالك، عندك الآلة الفلانية في البيت الفلاني، الشمعة انت حطها بالذكورة معروفة في واحد الموضع كيتفضوا كتمشي مقود لها في الظلام وتحط عليها يدك وتهزها. ولذلك من تعامل مع القرآن يجد حقائقه راسخة في قلبه ولو لم يكن لرسميه ولفظه من الحافظين، لأن ربي تعالى كيرسخ لك الحقائق ديال الإيمان في قلبك. هذه صحبة القرآن، وعلى ذلك كان أكثر الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.